اهلا بيكم. تكمل بيك المره دي بيكمل الكلام اللي ابتديناه الحلقه اللي فاتت. لو تفتكروا قفلناها الحلقه دي بسؤال: ايه هي المراحل اللي بيعدي بيها الفريق لغايه ما يوصل لاحسن صوره؟ الفريق مش المجموعه، زي فريق الكوره وزي الفريق اللي انتوا شفتوه في الفيديو بتاع فيراري، الناس اللي هم بيغيروا العجله بتاعه العربيه او اكتشلي الاربع عجلات في 6 ثواني. خلينا دايما نبقى فاكرين، يا رب تكونوا جبتوا الاجابه بتاعته، ان الفريق ده معدي باكتر من مرحله علشان يوصل لاحسن صوره. اول مرحله بيسموها مرحله التشكيل، ودي هي المرحله اللي احنا بنخش فيها على ناس جديده ما نعرفش عنهم حاجه، لكن مطلوب مننا ان احنا ننفذ مهمه معاهم. الحقيقه ان دي بتبقى مرحله ظريفه، كل حد عمال يتفرج على التاني، كل حد مبتسم للتاني، ما فيهاش مشاكل قوي. المرحله اللي وراها بيسموها مرحله العصف، طبعا الاسم موضح جايه من عاصفه، واضح ان في شويه مشاكل بتبتدي تبان هنا. بعد ما الناس بتشوف بعض في الاول وتبتدي تشتغل اقرب مع بعض، بتبتدي تظهر فروقات شخصيه ما بينهم، وبيبتدي يظهر احساس بعدم الامان قوي، يبتدوا الناس يخبطوا مع بعض جوه الفريق. الحقيقه لو تاخدوا بالكم انه الانتاجيه بتاعه الفريق او قدره الفريق على الاداء هنا، الرسمه بتقول انه نزل قل، ده معناه انه ده مش في احسن صور، وده مرحله او دي مرحله مقبوله جدا عند اي فريق. المرحله الاولى كان اسمها التشكيل، المرحله الثانيه اسمها مرحله العصف، المرحله الثالثه الحقيقه اسمها مرحله التطبيع، او ساعات بيقولوا عليها التطبع. لو تاخدوا بالكم هي اعلى شويه. بعد ما الدنيا كانت وقعت هنا، الفريق ابتدى مع الوقت يطمن افراده لبعض، ابتدوا يعرفوا مهاراتهم ايه هي، ابتدى كل واحد يعتمد على التاني في انه يؤدي المهاره معينه، ابتدى حجم الخلاف يقل شويه. عشان كده الاداء بتاع الفريق هنا لو تاخدوا بالكم عالي بعد ما كان نازل. المرحله اللي وراها، ودي افضل المراحل، سموها بالانجليزي حتى performing، يعني هي دي مرحله الاداء. دي اول مره في المراحل الاربعه الكلمه دي تظهر. الحقيقه ان دي انضج وافضل واجمل المراحل اللي الفريق بيعدي بيها واللي المفروض الحقيقه انه يوصل لها. خلوا بالكم من حاجه، المرحله دي علشان نوصل لها الفريق عدى بثلاث مراحل قبلها، والحقيقه ما كانوش اظرف حاجه، يعني الاداء فيهم كان عمال يقع ويعلى ويقع تاني. لو حد بص على الفريق ده زي مثلا فريق فيراري اللي انتوا شفتوه، وبص بس على المرحله اللي هنا، اكيد هيقول ان الفريق ده فريق مش ناجح، لانه بص على مرحله من 4 مراحل الفريق بيعدي بيها. لكن اللي فاهم دلوقتي زينا كده وزي ما انتوا فهمتوا وخد باله انه الفريق بيعدي على كل المراحل دي، هيقدر يعرف كويس انه بالرغم من انه الاداء وقع هنا، لكن عالي تاني وعالي تالت، وده معناه انه الفريق عمال يتحسن في الاداء بتاعه. دايما افتكروا ان كل فريق عنده هدف، وكل فريق بيعدي بالاربعه دول، نجاح الفريق هو ان الافراد اللي جواه يساعدوه في الوصول لاحسن واعلى مرحله. يا رب تكون دي معلومه مفيده، نتقابل المره الجايه ونكمل عليها معلومه جديده. لو في اي اسئله افتكروا انه في ايميل معمول مخصوص علشان نرد على الاسئله بتاعتكم. اشوفكم على خير، سلامتكم.